السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد. نتقدم إلى ساحة قدس سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف بأحر التعازي، بمناسبة شهادة والده الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، سائلين المولى عز وجل أن يجعلنا من الطالبين بثاره مع وليه نجله الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. كما أتقدم إليكم إخوتي وأخواتي بأحر التعازي بهذه المناسبة الأليمة، ليست كلمة إنما هي أشجان، إنما هي آهات، إنما هي نفحات، نفحات قدسية من رحاب أمير المؤمنين الذي مد ذراعيه يستقبل زوار ابنه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليهم عليه وعلى جميع أهل بيته، ليحتضنهم ويرسلهم لينالوا أسمى درجات الكمال بزيارة سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام. هناك حيث تفتح السماء أبوابها، هناك حيث يكون الإنسان لا هو في الحياة الدنيا ولا هو في الآخرة، إنما هو برزخ. وأي برزخ هو؟ ليس كالبرزخ الذي قرأنا عنه، برزخ لا نستطيع أن نصفه به، يصبح التعب والنصب الذي لا زلنا نعانيه يصبح هو المقصود، لأن به رضا المعبود. هناك ترى المعجزات، وهناك لم أكن وحدي ولم أكن مع الوفد الذي ذهبت معه، ذهبنا معا من هنا، وإنما كنا جميعا هناك إن شاء الله، لأننا كما شاركتمونا بدعواتكم هنا في المجالس في المسيرة المباركة التي قمتم بها والتي تثلج الصدور، شاركناكم في زياراتنا لإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام وفي والإمام الحسين وأبي الفضل العباس والإمامين الكاظمين، ولا نتوقف هنا، بل في آهات القلوب التي توجهت نحو سامراء، نحو الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري الذي نحن في ذكراه الأليمة، لم نستطع أن نصل إليه بأجسادنا، ولكن قلوبنا وصلت إن شاء الله، أرواحنا وصلت إن شاء الله، وهو أكرم من أن يردها خائبة. فعشنا معه إن شاء الله في أرواحنا، ونعيش الآن أيضا بقلوبنا وأرواحنا، ونتوجه إليه بأن يكون شفيعا لنا عند الله. هناك من هناك تكون الرسالة وتستمر. ابتدأت بوفاته مرحلة جديدة، بشهادته مرحلة جديدة عند أتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، مرحلة لا يلتقون فيها بإمامهم، ويرعاهم من خلف السحاب، وهنا يتحملون مسؤولية أكبر وأعظم. لم يكن ليغيب الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف إلا بعد أن تكون
الأمة قد هيئت لتحمل هذا النوع من المسؤولية. ولكن عندما نقول الأمة لا يعني أن كل أفراد من تسمى بالمسلمين، بل النموذج الذي أراد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن يحفظ وأن يحمل الأمانة ويحمل الرسالة للأجيال ويتنقل ليصل إلينا ومنا إلى غيرنا من الأجيال. فلنكن جزءاً من هذا الأنموذج، لا من باقي الأفراد الذين هم همج الرعاع ينعقون مع كل ناعق ويميلون مع كل ريح. فلنسعى لنكون من هؤلاء الأفراد الصالحين الذين يمثلون نهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ولم يترك الأئمة عليهم السلام الأمة سدى، ولا يصح ذلك. فلقد استدلينا على الإمامة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يترك الأمة سدى، بل عين لهم تكليفهم وماذا يفعلون. فكذلك لا يصح من الأئمة أن يتركوا الأمة سدى، فعينوا لهم تكليفهم وبيّنوا لهم أن عليهم أن يتبعوا العلماء الفقهاء المأمونون على الدين الذين لا يتبعون أهواءهم، وأعطونا الصفات اللازمة لذلك على لسان إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وهنا كان نجاة أتباع أهل البيت بثباتهم على هذا النهج، وكان هذا الثبات نتيجة العمل بالتكليف الشرعي الذي تارة كان يتمثل بالصبر والمظلومية، وتارة بالمواجهة اللازمة بالمقدار اللازم كما علمنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. والآن نعود إلى سامراء لمظهر من مظاهر أداء التكليف. نعود إلى أرض الرافدين لنرى نوعين من مظاهر أداء التكليف في المسيرة الحسينية العظيمة، مسيرة الأربعين التي أذهلت العالم وأذهلت التاريخ بما حملت من مبادئ، بما أعطت من قيم أخلاقية، بما أثبتت من أهداف حسينية ولا زالت تثبت. هذا تكليف المواجهة السلمية التي أعطت دروساً هائلة لا زال العالم يحاول أن يفهمها وأن يستفيد منها، ولكنه سلم بعظمتها ولم يتمكن حتى الأعداء أن ينكروا هذه العظمة. لأن ما يحصل في مسيرة الإمام الحسين عليه السلام في المسيرة الأربعينية تعجز عنه كل الدول، لا تستطيع دولة أن تقوم به. فهناك أياد خفية، أياد إلهية هي التي تسيرها. وكما ذكر لنا السيد محمد سعيد الحكيم أن هذه المسيرة لم يهيئ لها النخبة، لا المراجع ولا العلماء ولا المفكرين ولا المتمولين، لم يهيئوا لها النخبة، لم تهيئ لها، ثم تتبعهم العامة، بل العامة جرت بتقدير هائل، بتبدل هائل في نفسياتهم، في أخلاقياتهم، في أهدافهم، سعت والنخبة جرت وسعت معها. فالعلماء جروا مع هذه الحالة، مع هذا الانجذاب الهائل نحو المسيرة الحسينية، فلن يستطيع أحد أن يوقفها. هذا عمل بتكليف. والآن في خط مواجهة أخرى، وأيضا عملا بما وجه به العلماء والمراجع وعلى رأسهم السيد السيستاني دام ظله، يتوجه المجاهدون للدفاع عن بيضة الإسلام، عن حريم الإسلام في الجبهات، ومن أشدها وآلمها الجبهة التي تلي سامراء
حيث إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه، حيث يشهد الظالمون لإعادة هدم الحرم الشريف والاعتداء على حريمه، بعد أن فعلوا ما فعلوا من تعد سافر على الحضرة المقدسة التي جرحها لا زال ينزف في قلوب كل موال، ولكن هيهات. فرأى هناك كل أطياف المجتمع العراقي يتوجه ببسالة لا توصف، وعلى رأسهم طلاب العلوم. اليوم أمس وصلنا خبر استشهاد أستاذ كبير في الحوزة العلمية، وهو كان وكيل للسيد الشيخ ميرزا التبريزي ولمجموعة من العلماء، كان له خدمات جليلة في الحوزة العلمية، استشهد في خط المواجهة، وغيره الكثير. الذي يقود الجبهات صحيح أنه الجيش العراقي يقوم باسم الجيش العراقي، ولكن الكثير من المجاهدين هم الذين يؤثرون الأثر الحقيقي، الذين ساروا على نهج أو على أساس فتوى السيد السيستاني. والجيوش تنطلق من العتبات المقدسة، فلكل عتبة جيشها والمرجعية جيوشها، ويقاتلون ببسالة كما تصل وقد لا تصل كثير من الأخبار. هؤلاء أيضا يؤدون تكليفهم في هذه المرحلة. وعندما نقول أنه عندما نقول أن هذا العمل هو عمل جبار وباسل، هم لا ينظرون إلى هذه الناحية، هم فقط هدفهم أداء التكليف. فلنعينهم نحن بالدعاء إذا لم نتمكن من الوصول إلى هناك، ليس المطلوب الوصول إلى هناك. إذا يستطيع الإنسان أن يكون مجاهدا في كل مكان هو فيه، إذا قام بدوره المطلوب منه من نصرة الدين والذب عن المذهب الشريف وإقامة شعائر الله، ووفقكم الله على المشاركة في هذه الشعائر وأحيائها وإدامتها. ومن هنا لا أطيل عليكم، وإنما مع ما وفقنا الله من لملمة لبركات من المقامات المختلفة في إيران، في العراق وفي إيران، وما حملنا من سلامات من المراجع العظام أنقلها إليكم. فالسيد السيستاني أوصاني شخصياً أن أسلم عليكم فرداً فرداً على المؤمنين هنا. قال لنا، قال أنه في كل صباح يدعو للمؤمنين ويقصدهم فرداً فرداً في دعائه، خصوصاً في هذه البلاد التي يتحمل فيها المؤمنون مسؤولية أكبر، والتي أيضاً يحتاجون فيها إلى الدعاء أكثر. فهو يدعو لكم ويسألكم أيضاً الدعاء. وكذلك السيد محمد سعيد الحكيم وشيخ بشير النجفي وغيرهم من العلماء. لا أطيل عليكم، وأتمنى أن يجمعنا الله سبحانه وتعالى دائماً على سفرة أهل البيت، على سفرة كرامة أهل البيت، من باب خدمة أهل البيت، يجمعنا دائماً لنصرة المذهب ورفع الشعائر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.